مين اللي كشف عن خطبته في الشلة؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نولين محمد اللي تفاعلوا بمجموعة من الستوريات بعد عودتهم من الأردن. فاجأتكم أنه نحن بالمطار بس هلأ طالعين متأخرين على الطيارة، إن شاء الله بيدخلونا الساعة وبتطير الطيارة. نمر أيضا إلى أسامة مروة، حيث تداول البعض ستوري قديم لأسامة مروة من السنة الماضية عند استقباله لوالدته، وأسامة راح للمول وفات على محل فساتين الأعراس، وتوقع البعض إنه أسامة من السنة الماضية هو عم يفكر في موضوع الزواج، وكشف صديقه زياد إنه أسامة مروة راح يخطب هاي السنة، وزحم البعض أيضا إنه العروس ممكن تكون الجميلة شيرين بيوتي. نمر إلى من هم مع الراوي اللي قام بنشر بوست مؤخرا، كان هذا البوست على طريقة أسامة مروة، حيث بدوره حمل لافتة مكتوب عليها عريس جاهز للزواج. تتوقعوا كمان برهوم يفاجئنا ويعلن عن خطبته هاي السنة؟ شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ سامي بالله. شو رأيكم بالكولاجين شوت؟ بالله شو بتسألوا؟ قالوا ما بيعملوا شيء وما بفيدوا، يعني لا بفيدوا ولا بيضروا، أنا بعرف يعني راحوا على الفاضي مصراتي وعندي خش ربي. بس معوا هلأ اللي يقولوا إنه عمر العمري ما بصير للكولاجين، أنا نص الأربعين. وات؟ كان ما يهجموا علي، نعم اشرب كولاجين.